هلو، كيفكو؟ سلام للجميع. اليوم عنا كم واحد؟ 12 باكيج. ونعمل انبوكسين لكلكم. خلينا نحطهم على جنب، نبدا بالصغار. صح، هذا الفاكيوم. نبدا بالفاكيوم. يلا نبدا بهذول. هذا اي مولي ستيك فاكيوم كلينر في 600. هيك بكل اوكي. هذا البايب حديد شكله. هذا شكله وايرد. هذا وايرد، فكرته وايرلس. اوكي طيب، مش مشكلة، المهم يشتغل. هذا زي شو اسمه هذيك الدايسون. وهون في ال vacuum هون. هاي الرجل، هاي اعتقد هاي هي. بس هاي. هاي ال اوكي extension. اوكي هاي extension فيها، وهدول الشغلات وكاتالوج. طب هاي شو هاي؟ هاي هيك بس هيك I think. اوكي هاي سهلة. هاي في هذا هيك scrubbing، وهذا هيك عشان الصغير. طيب هنجربها ونحكي لكم بعدين ريفيو عنها. اوكي طيب، رجعها امسك هاي هيك. هذا نمبر 1. هنا نشوف نمبر 2. قافي هون في سمارت اشي هيك الديزاين. هذا سمارت اشي عجبني. طيب يوتيوب وفيسبوك وايش هذا؟ طلعوا شو هون محطوط. يوتيوب، فيسبوك، يوتيوب، تويتر، يور كوميونيتي. بندو اكس 11 برو 4K الترا ديسبلاي. اوه وفي انتنا بفكر. هذا اندرويد بوكس عشان التي في، عشان ننزل عليه عربي وادم يحضر الرسوم بالعربي. اوكي في معاه ريموت كنترول والقصه هاي. طيب شكله حلو هيك صح؟ شكله حلو. اوكي طيب خلينا ندخل هاي معاها. اوكي دوكي سكرين بروتكتور. هذا سكرين بروتكتور جبتهم للتلفون تبعي، ما اتوقعش انهم مشكله لاني حجزتهم قبل هيك. وهي ثاني مره. هذا السكرين بروتكتور اشي بدك اياه دائما. هذا فلورال اسينشال اويل سيت. هذا اسينشال اويل، كلكم بتعرفوا الزيت الصغير هذا اللي بيجي بتحطه بس عشان نعطر البيت. ويب كاميرا. اوكي افتحها نشوفها. يلا هون هذا الكاميرا. هاي شريط ويب كاميرا عشان القناة تبعتنا،
وبكاميرا هاي معها مايك جواها. بجربها وبرضه بنحكي لكم. اوه في شغلات هيك. طيب شو يعني هيك بصير؟ المهم بس نجربها عشان ما تتمزق. ما اوكي البوكس هذا رقم 1 2 3 4 5 حطه غاد. هذا رقم 6 صح؟ اوكي في شغلتين. انا سمارت واتش هون. اوكي تفضل. يعني او سمارت ال اي دي ستريبس. وال اي دي ستريبس احنا فتحنا قبل واحد هيك رح نعمل لكم كومبارزنز بعدين بين الاثنين. نشوف هاي السمارت واتش. أوه. هو مايكرو. مايكرو زي دايموند. واو. برضو نفس الاشي كبيرة بس. اوكي دوكي. طيب رجعها. نعملكو بعدين ريفيو عنها نحكي لكم شو هي. طيب. والله يا ادم. ها هيك. هذا البوكس حط هذه معها عشان تبين انها جديدة. اللي بعده هذا بحب ادم يطقع. ايوه اوكي. هذا يو اس بي تشارجر. هاي باتري تشارجرز مع 8 بطاريات. كل واحدة 3000 ملي امبير عشان يشحن، لانه كثير ادم بيستخدم بطاريات، فهدول ريتشارجبل باتريز. هنعمل لكم ريفيو ونحكي لكم عنه. هذا كويس. امسك انا بسكر. Wireless earbuds. هذول ايربودز بس صغار. خلينا نجربهم شو. والله شكلهم حلوين. واو صغير كتير يعني. شوفوا هاي الايربودز. شوفوا تحطهم دائما جرب. طبعا يو اس بي سي عادية. كيف يعني كونكي ولا لا؟ فيلز. anyway هنعمل لكم ريفيو عنهم. اوه شكلها حلو هاي. هنعمل لكم ريفيو حلو بحبهم هيك. بقول لك if you are not happy مش عارف ايش تصل فينا. It's a good things يعني. طيب عندك ضل اشي؟ لا ما عندي. في هاي كمان. عندي هون. طيب يا. اوكي. استعجل انا. هاي شو هاي؟ احذر شو هاي. يوغا مات؟ نو. شو هاي؟ احذر. هاي مخدة. مخدة. يا. بس طريقتها حلوة ها؟ طبعا لازم تفتحها. هاي الفوم ناقص. لا فوم مخدة يا بابا. افتح. ايوه شايفين مخدة بس very soft. هاي عشان ايش الرقبة هيك. المهم نجربها ونحكي لكم.
اللي بعده اللي بعده اللي بعده واو كمان واحدة. هذا ايش هذا؟ هذا مونستر 101 ايرلي ايربودز بس هذا ديفرنت وان اي بليف. هذه احنا شرينا من مونستر قبل هيك، هاي المرة الثانية بدنا نجرب التو مونسترز. انا عملت لكم ريفيو على مونستر، هاي نسوي واحد ثاني لانذر مونستر صح؟ صح. فبدنا نشوف الفرق بين التو مونسترز بالصوت والساوند. شركة كويسة كثير وحوالي 80 دولار اي ثينك الهاي، بس اعتقد انها من احسن الايربودز. طيب هذه ايش اخر وحده ولا في كمان؟ طيب ايش ريموت كنترول؟ ممكن شو هذا؟ ام بي 3 بلاير. ام بي 3 بلاير وهاي عشان تحطها هون لما بتركض، وهاي ايربودز معها، وهاي عشان السيارة، وطبعا يو اس بي سي عادية، وعاملين بيت والله عاملين حالهم. طيب احنا جبناها عشان آدم يسمع عليها القرآن وهو يركض صح؟ يلا حطها. جيب الآخر واحدة. طيب هاي طبعا كت هلا قبل شوي كان. نشوف هاي، هاي آخر واحدة؟ آخر واحدة. أوكي هاي آخر واحدة. بي كيف ها؟ أيوة أيوة. افتح معك، افتح لنا دائما عندنا اوكي دوكي عندنا تي. اوه هذا تشاينيز تي. تشاينيز تي علبتين من تشاينيز تي، وانا بحب التشاينيز تي. طيب هذا ضل اخر شيء عندنا التشاينيز تي. احنا حكينا عاملين له اوردر، يعني عملنا شويه شغلات هيك، ان شاء الله بتكون نستفيد منها. نعمل لكم ريفيو لكل شيء، ضلكم تابعوا للقناه عشان يحضروا الريفيو. شو لازم يسوي ادم؟ اعملوا لايك كومنت وسبسكرايب عشان تشوفوا الريفيو وتشوف الفيديو الثاني عن انبوكسينجز. احنا عندنا كثير انبوكسينج صار وعندنا كثير ريفيوز، فلازم تلحقوا علينا. يلا سلام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل